طبعا مكتبه اسكندريه بكل تاكيد هي صرح تعليمي ونافذه ثقافيه في نشر المعرفه في مصر والعالم كله، بتضم العديد من المكتبات المتخصصه، هنتعرف عليها من خلال هذا التقرير. مكتبة الإسكندرية صرح تعليمي ونافذة ثقافية في نشر المعرفة في مصر والعالم، بتضم المكتبة عدد من المكتبات المتخصصة، منها مكتبة النشأ اللي بتقدم خدمات تثقيفية ومختلف الدورات التعليمية اللي بتطور مهارات النشأ بالإضافة للأنشطة الترفيهية. مكتبة النشأ حصدت العديد من الجوائز، منها جائزة اليونسكو للفنون الرقمية عام 2007، واللي بتأكد الدور المهم والقوي والمتميز للمكتبة. مكتبة النشأ هنا مسؤولة عن سن من 12 ل16 عام. احنا بنقدم أنشطة وخدمات وفعاليات كتير واحتفاليات داخل مكتبة النشأ. فترة الصيف وأجازة السنة بنقدم أنشطة متنوعة، أي حد من الأعضاء أو غير الأعضاء بيجي المكتبة بيبتدي إن هو بيبقى متاح له كل حاجة هنا مجانا، بمجرد بس إن هو بيعمل اشتراك سنوي داخل المكتبة. عندنا أنشطة متنوعة، أنشطة فنية، أنشطة علمية، في تعليم لغات، في كمبيوتر، في كل الأنشطة اللي ممكن إن هو يحب إن هو يشترك فيها. في عندنا مونتاج، في تعليم برضو التصوير، في عندنا الرسم، في حاجات كتير قوي ان هو متاحة ليه ان هو ممكن ان هو يقدر يقدم فيها. برضو عندنا من الخدمات اللي المكتبة بتقدمها، احنا عندنا هنا في اجهزة كمبيوتر، ممكن ان احنا نحجز كمبيوتر. في عندنا برضو ان احنا بنعمل متاح عندنا كتب في كل المجالات. عندنا الستاندات هنا متقسمة بالموضوعات، كل ستاند مكتوب عليه الموضوع والكول نمبر او الرقم الاستدعاء بتاعه، اي كتاب هو محتاجه سواء للقراية الحاجة هو بيحبها او يعمل سيرش عليها بيلاقيها متاحة جوه مكتبة النشأ. غير ان احنا عندنا برضو في خدمة تصوير داخل المكتبة، في برضو لو حد بيحب يعمل ابحاث احنا ممكن الكمبيوتر بدل ما نقعد ننقل الحاجات من عليه، لا احنا عندنا في برضو خدمة ان هو ممكن يطبع اي حاجة من الكمبيوتر. كل اللي عندنا الخدمات بتتقدم مجانا داخل المكتبة، ما عدا بس خدمة الطباعة من على الكمبيوتر هي اللي بيبقى ليها تكلفة، وطبعا خدمة التصوير، بس طبعا بنحتفظ بالكوبي رايتس اللي هي 20% من الكتاب بتاع المكتبة. تميزت مكتبة الإسكندرية بوجود جناح خاص لذوي الهمم بيقدم خطة تعليمية وتثقيفية لتنمية مهاراتهم وكمان متابعتهم باستمرار، وتقديم ورش عمل فنية وندوات توعوية ليهم بمشاركة متخصصين في مختلف التخصصات الخاصة بذوي الهمم. هنا بنخدم كل أنواع الإعاقات الموجودة ما عدا البصرية. البصرية لها مكان مخصص لها، مكتبة طه حسين. هنا احنا بنبتدي طريقه شغلنا بتكون من خلال ان احنا بنعمل اختبار قدرات للاطفال او الاشخاص ذوي الاعاقه، وبعديها بنبتدي نعمل لهم الخطه الفرديه، وبناء عليه بيتم تنفيذها، وبيتم عمل اختبارات دوريه لقياس مدى تطورهم وهكذا. بنهتم بايه؟ بنقدم كل الخدمات المطلوبه بالنسبه لقدراتهم، يعني تنميه مهارات، تخاطب، اي حاجه فنيه، اي حاجه ممكن تطور مهارات الطفل بناء على الاختبار اللي بيتعمل في البدايه. اما مكتبه الطفل فهي واحده من 6 مكتبات متخصصه داخل مكتبه الاسكندريه، بتقدم انشطه للاطفال بشكل يومي، وبتوفر العديد من المصادر التعليميه والثقافيه والترفيهيه، وبتضم كمان العديد من الكتب والروايات والقصص، بالإضافة لورش عمل الفنون والأشغال اليدوية ومعمل للكمبيوتر لتعلم كيفية البحث في المكتبة. مكتبة الطفل بتستقبل الأطفال من سن 6 ل 11 سنة. مكتبة الطفل عادة في فترة الصيف وأجازة نص السنة بتقدم خدمات كتيرة للأطفال، بنقدم ورش عمل يومية للأطفال اللي موجودين معانا الأعضاء. الورش بتتنوع ما بين ورش ثقافية، فنية، علمية، بتبقى بتقدم يوميا من ورشتين لثلاث ورش، وده طبعا بيتقدم في خلال فترة الصيف كلها اللي بتمتد تقريبا من شهر 5 لغاية دخول المدارس اللي هو بيكون في أول 10، وطبعا ده نفسه بيتقدم في أجازة نص السنة اللي بتكون حوالي من شهر 1 لغاية نص 2.
في خلال بقى فترة الدراسة احنا بنعمل زيارات داخلية للمدارس، المدارس هنا بتيجي بتشرفنا، بنقدم لها هنا محتوى يتناسب مع اللي بياخدوه في المدارس، بحيث ان احنا نقدر نساعدهم على انهم يستوعبوا دروسهم بس بطريقة مختلفة، بحيث ان انا بوفر لهم كتب في المجالات اللي هم بيدرسوها زي مثلا دراسة الجغرافيا التاريخ، وبقدر اعمل لهم عليها ورشة عمل. كمان احنا بنروح للمدارس خارجيا، المدارس اللي موجودة في المناطق البعيدة بنقدر نروح لها ونقدم لها برضو ورش العمل دي، بحيث انهم يقدروا يستوعبوا المواد ولكن بطريقة فن ومبهجة ومختلفة. كمان بنعمل احتفاليات طول السنة، يعني عندنا احتفالية الأسبوع الجاي هي احتفالية الطفولة، وده بالتزامن مع يوم الطفولة العالمي اللي بتحتفل به كل الناس على حوالين العالم. الاحتفالية دي بنقدم فيها أو من خلالها توعية بحقوق الطفل، وإنه الطفل لازم يتعرف هو إيه الحقوق اللي عنده، زي حقه في الحياة، حقه في التعليم، حقه في الصحة والأكل النظيف. وكمان بيتم فيها الدمج ما بين الأطفال واللاجئين الموجودين في مصر من مختلف البلاد. هكذا بتعد مكتبة الإسكندرية مركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة وتنشئة جيل ثقافي، لتكون المكتبة مركزاً عالمياً للتعلم ومؤسسة رائدة في العصر الرقمي.